اليوم يأتيكم من قناة الجامعة، أهلا بكم. الاحتفالية السنوية الرابعة للعلم هذا العام تحت رعاية الأستاذ الدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، نظمت الجامعة احتفالية عيد العلم السنوية الرابعة لعام 2017 وذلك لتكريم الفائزين. وأكد رئيس الجامعة في كلمته أن الجامعة تفخر بعلمائها الذين يبذلون كل الجهد لأعلاء اسم جامعة جنوب الوادي بين الجامعات المصرية، كما أن البحث العلمي هو أساس تقدم الأمم، مشيدا بالتطور الذي شهدته الجامعة في هذا المجال مما انعكس على وضعها وترتيبها على كافة المستويات. وأشار بأنها تحرص على توفير سبل التمويل والمساعدة في حدود الإمكانيات المتاحة، كما حرصت على التعاون مع جهات خارجية لتمويل البحث العلمي مثل الاتحاد الأوروبي وهيئة التبادل العلمي وغيرها من المؤسسات والهيئات البحثية. وأكد الدكتور محمود خضاري أن الجامعة تقدر العلم والعلماء، حيث أن هذا هو الطريق الوحيد للوصول إلى التقدم والسير في ركب الأمم المتحضرة، مما يساهم في إعداد العقول الواعدة. واستعرض الجوائز المقدمة في احتفالية عيد العام هذا العام وطرق الاختيار التي اعتمدت على معايير واضحة مثل النشر في المجلات العلمية وسهولة الاتصال في تلك الأبحاث ومدى الاستشهاد بها. وأشارت السيدة تروب طلبة مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث بأن لجنة فض مظاريف نتيجة التحكيم لجوائز الجامعة برئاسة الدكتور محمود خضاري أعلنت عن أسماء الفائزين بالجوائز العام الماضي، والتي أسفرت عن فوز الدكتور محمد محجوب عزوز بجائزة الجامعة للتفوق، والدكتور عرفات أحمد توغان بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الأساسية، والدكتور عبد الله عبد الحي بجائزة الجامعة التشجيعية للعلوم الهندسية، والدكتور أبو بكر عبد المنعم بجائزة الجامعة التشجيعية في العلوم الزراعية البيطرية، والدكتور أكرم فتحي بجائزة أحسن عمل مؤلف، كما فاز عدد 181 بجائزة الجامعة للنشر العلمي من عدد 302 بحث تقدموا هذا العام من كليات العلوم والطب البيطري والطب البشري والهندسة والزراعة والتمريض والأداب والأثار والتربية النوعية. وقدمت الشكر للإدارة العامة على جهدها طوال العام. وفي نهاية الاحتفالية قام الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة والدكتور محمود خضاري نائب رئيس الجامعة والدكتور سيد طه نائب رئيس الجامعة السابق بتسليم الجوائز وشهادات التقدير للفائزين بجوائز الجامعة المختلفة. حضر الاحتفالية عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من مختلف كليات الجامعة. وإلى هنا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية خبر اليوم، دمتم في رعاية الله وأمنه.